إذن سيد أبو الفضل رئيس الجمهورية ألقى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خطابا هو الأول من نوعه بلهجة صريحة، حيث تحدث الرئيس حول عديد القضايا والملفات المطروحة إقليميا ودوليا والأوضاع في المنطقة والساحل والقضية الفلسطينية والصحراوية في إطار احترام القرارات واللوائح الأممية والتأكيد على القناعات الراسخة للجزائر والمبادئ الثابتة في حق الشعوب في الحرية والأمن. بداية سيد أبو الفضل، خطاب رئيس الجمهورية يأتي بعد غياب ولأول مرة منذ استلامه سدة الحكم، خطاب صريح شديد اللهجة من أجل إسماع صوت الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي. هل هذا دليل على عودة الجزائر إلى لعب أدوارها الدبلوماسية؟ أكيد. أولا لابد أن نشير أن ما يمارسه السيد رئيس الجمهورية هو يدخل في إطار الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية الجماعية، وهذا مؤشر حول عودة الجزائر بقوة إلى العمل الدبلوماسي وإلى ممارستها للنشاط الدبلوماسي وإلى الجهد الدبلوماسي. دعيني أقول لك أن اليوم الأمم المتحدة في نشريتها اقتبست من كلام رئيس الجمهورية، لا سيما عندما تحدث حول النقطة المتعلقة بتصفية الاستعمار، وهو اليوم موجود في صفحة الإنترنت كأحد أهم المحاور الجمعية العامة للأمم المتحدة. لماذا؟ لأن رئيس الجمهورية كان يذكر في الأمم المتحدة أن تأسيس الأمم المتحدة وأن هدف الأمم المتحدة هو تصفية الاستعمار، وأن الجزائر من الدول المعروفة ومن الدول الجادة في مكافحة تصفية الاستعمار، سواء قبل حصول الجزائر على الاستقلال أو حتى بعد حصول الجزائر على الاستقلال دعمت الكثير من الدول التي كانت تحت وطأة الاستعمار. وبالتالي استعمال رئيس الجمهورية لمصطلح تصفية الاستعمار هو بذلك يذكر الأمم المتحدة أن دورها الأساسي والأولويات لدى برنامج وأجندة الأمم المتحدة هي تصفية الاستعمار. وهذا أولا يعطي لنا مؤشر على تمسك الجزائر بمبادئ الدبلوماسية الراسخة منذ استقلال الجزائر، وهي الدعوة إلى تصفية الاستعمار، وهنا بطبيعة الحال إشارة واضحة إلى آخر مستعمرة في إفريقيا ألا وهي الصحراء الغربية، وكذلك حل القضية الفلسطينية المتواجدة اليوم أمام الأمم المتحدة لمدة 75 سنة. من غير الممكن ومن غير المنطقي أن تبقى قضية فلسطينية وقضية الصحراء الغربية لمدة طويلة وتسير بهذا البطء. سيد أبو الفضل، كذلك رئيس الجمهورية كان قد رافع من أجل عالم متعدد الأقطاب نظام عادل قائم على المساواة وفق أسس ومبادئ جديدة تقوم على احترام مصالح الأمم والشعوب، وذلك بعيدا عن الهيمنة الأحادية. كيف يمكن تحقيق ذلك وما هو دور الدول الكبرى في هذا المسعى؟ نعم، أولا دعيني أقول أن رئيس الجمهورية أشار إلى هذه النقطة. لماذا؟ لأن الأمم المتحدة أصبحت عاجزة عن حل كثير من القضايا كما أعطينا الأمثلة السابقة. ثانيا، عالم متعدد الأقطاب أو حتى ميثاق الأمم المتحدة يتعرض اليوم إلى ضغوطات. لماذا؟ لأن الدول الغربية والدول المهيمنة أصبحت تفرض عقوبات قسرية وأحادية الطرف على كثير من الدول، وشهدنا ذلك في إفريقيا وفي الدول العربية، وهذا خارج مظلة الأمم المتحدة. وكأن هذه الدول الغربية المهيمنة أرادت أن تخلق لنفسها نظام مخصوص بها فقط بعيد عن الأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة وجدت كهيكل دولي بعد الحرب العالمية الثانية من أجل إحلال السلام، وبالتالي نحن اليوم نشهد هذا الشيء. الآن لو نرجع إلى سؤالك، كيف نستطيع أن نحقق عالم متعدد الأقطاب؟ انطلاقا الجواب كان في تصريح رئيس الجمهورية وهو إصلاح الأمم المتحدة، وأخص بالذكر إلى أن تتحول الجمعية العامة وأن تمارس الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يعرف في القانون الدولي بدورها المركزي. اليوم مجلس الأمن هو الذي يسيطر على الأمم المتحدة، مجلس الأمن هو الذي يسيطر على العالم اليوم، ونحن نعلم أن هناك انقسام داخل مجلس الأمن، في حين أن الجمعية العامة هي التي تمثل المجتمع الدولي وتمثل جميع الدول ويكون فيها الدول المتساوية، لكن الجمعية العامة لم يعد لها تأثير في صناعة القرار العالمي. لذلك أشار رئيس الجمهورية أن يكون عالم ديمقراطي وعالم الشفافية في تسيير الأمم
المتحدة حتى نصل إلى عالم متعدد الأقطاب، وهو بذلك رئيس الجمهورية يتمسك بميثاق ومقاصد الأمم المتحدة. صحيح سيد أستاذ بهلولي، إذن بالعودة للنزاعات والأزمات على المستوى العالمي، رئيس الجمهورية كان قد قال أنها بلغت مستوى غير مسبوق، وأن مجلس الأمن قد ضعف في دوره المحوري الذي يتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين، وكذا تغليب المنطق السلمي بعيدا عن القوة، وهو الطرح الذي تتبناه الجزائر لحلحلة الأزمات سيما ما تواجهه إفريقيا اليوم. مجلس الأمن كذلك رئيس الجمهورية قال أنه ضعف، فيما يكمن هذا الضعف الذي أشار إليه رئيس الجمهورية؟ نعم، هي من ناحية الأرقام ومن ناحية المؤشرات لاحظنا أولا انتشار العنف والنزاعات المسلحة لأول مرة بأعداد كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وهذا مؤشر حول ارتفاع عدد المنازعات المسلحة، وكذلك وفاة الكثير من البشر لا سيما في القارة الإفريقية، كما لاحظنا انتشار رهيب للأسلحة في إفريقيا وانتشار كبير للمجموعات والكيانات الإرهابية. في ذات السياق هذا يعطي لنا تنبؤ خطير حول استمرار هذه النزاعات، لأنها سوف تهدد الأمن والسلم وتهدد التنمية لا سيما في القارة الإفريقية. يرجع السبب أولا كما أشار رئيس الجمهورية واستعمل مصطلح أن مجلس الأمن عاجز، ويرجع السبب أولا إلى أن مجلس الأمن فيه انقسامات داخلية اليوم لا يوجد توافق داخل مجلس الأمن، وهذا ما يعرقل عملية السلام ويعرقل كذلك حتى عملية التنمية. ثانيا، مجلس الأمن أصبح اليوم لا يمثل المجتمع الدولي، لا سيما أن إفريقيا مهمشة وليس لها مقعد دائم في مجلس الأمن. فأقول لك على أن ربع سكان العالم هم من إفريقيا، جدول أعمال مجلس الأمن 70% من جدول أعماله هي تحدث على إفريقيا، ولكننا لا نجد إفريقيا كعضو دائم في مجلس الأمن، هذا تهميش وإقصاء للقارة الإفريقية. كذلك في نقطة أخرى، أن مجلس الأمن أصبح يكثر من اللقاءات الغير رسمية أو ما يعرفوا باللقاءات السرية، في حين هي استثناء من القاعدة العامة. كذلك في مشكل حملة القلم، لم تحظى أي دولة إفريقية بحمل القلم داخل مجلس الأمن، وبالتالي منظومة حمل القلم داخل مجلس الأمن هي غير شفافة وغير نزيهة وليست عادلة، وبالتالي هذه الأمور كلها تجعل من مجلس الأمن لا يثق فيه. اليوم المجتمع الدولي أو الدول لم تثق في مجلس الأمن، كذلك مجلس الأمن لم يقدم الشيء الكثير، لاحظنا ما يقع في كثير من الدول العربية والدول الإفريقية، زادت الأزمات، فلا سيما ما تعلق الأمر بالتدخلات العسكرية التي قامت برفع نسبة ومستوى النزاعات وكثرة الجماعات الإرهابية بعد التدخلات العسكرية، وبالتالي نستطيع أن نقول أن الأمم المتحدة فشلت فشلا ذريعا، وإن كانت حققت بعض الأمور نسبيا، لكن فشلت فشلا ذريعا رفقة مجلس الأمن في صناعة السلم والأمن الدوليين، وهو أحد أهم أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. سيد أبو الفضل، كذلك في نفس السياق الجزائر تتأهب لتبوء منصبها الغير دائم في مجلس الأمن، كذلك الجزائر تعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقها خاصة فيما يخص الأزمات، ربما ماذا ينتظر من الجزائر الآن في ما ستقدمه في مجلس الأمن، وما هي الإضافة التي ستضفيها سواء على المستوى الإقليمي وكذا العالمي؟ أكيد أولا لابد أن نشير أنه من ناحية القانون الدولي تستطيع الجزائر أن تمارس نشاطها في مجلس الأمن 3 أشهر قبل الانطلاق الرسمي، يعني قبل جانفي 2024 ب3 أشهر تستطيع الجزائر أن تكون عضو ملاحظ في مجلس الأمن وتراقب كافة التقارير، وبعدها تستلم الجزائر بصفة رسمية مهامها الرسمي على مستوى مجلس الأمن كعضو غير دائم. هي في حقيقة الأمر سوف تعطي المعطيات، تحاول أولا الدفع بإصلاحات مجلس الأمن، وسوف ترافع الجزائر على المجموعة العربية وعلى المجموعة الإفريقية. لذلك السيد رئيس الجمهورية استعمل كلمة أن جميع الذين انتخبوا على الجزائر على أساس الثقة، وأن الجزائر سوف تكون في حسن ثقة جميع الدول التي انتخبت على الجزائر في هذا المقعد، بمعنى أن الجزائر سوف تعبر عن طموحات الدول التي انتخبتها، وبطبيعة الحال طموحات الدول يقصد المجموعة الإفريقية والمجموعة
العربية التي تصغى أن يكون لها مقعد دائم وتمثيل داخل مجلس الأمن، كذلك أن تكون الحلول، وأشار إلى رئيس الجمهورية أن تكون الحلول بملكية إفريقية في حالة الأزمات في إفريقيا بدون تدخل أجنبي، وأن تكون كذلك الحلول العربية وأن تؤخذ بعين الاعتبار جميع الحلول العربية أو الحلول الإفريقية لحل الأزمات بدون تدخلات أجنبية. كذلك في بعض سيد أبو الفضل، نبقى دائما في الحلول من منطلق آخر. رئيس الجمهورية رافع كذلك من خلال كلمته حول مبدأ الحلول الجذرية للأزمات التي تشهدها سواء دول الساحل أو حتى القضيتين الفلسطينية والصحراوية، يعني حلول جذرية وعدم تسيير هذه القضايا. أكيد، أولا لابد أن نشير أن قضية الصحراء الغربية هي مسؤولية الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة أن تسرع في تصفية الاستعمار داخل الصحراء في إقليم الصحراء الغربية من القوة المحتلة وهي المغرب. لذلك أنا بداية كلامي أن اليوم الأمم المتحدة أصدرت نشرية واقتبست من كلام رئيس الجمهورية بتصفية الاستعمار، وهذه مسؤولية الأمم المتحدة تقوم بها. كذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية، قضية الفلسطينية 75 سنة متواجدة في الأمم المتحدة والأمم المتحدة لم تفعل شيء، هذه كذلك مسؤولية والتزام يقع على عاتق الأمم المتحدة، وعلى الأمم المتحدة أن تسرع في تصفية الاستعمار. كذلك فيما يخص الحلول، الحلول يجب أن تكون نابعة من المناطق التي يقع فيها النزاعات، مثلا ما يقع اليوم في ليبيا أن يكون الحل ما بين الأشقاء الليبيين ولا يأتي الحل خارج الإقليم ويفرض كنموذج على تلك الدول. مثلا ما وقع اليوم في أشقائنا في النيجر، الخريطة الدبلوماسية الجزائرية هو حل إفريقي لإجهاض أي محاولات أجنبية للتدخلات العسكرية، وبالتالي هنالك دول غربية هيمنت على الأمم المتحدة، دول غربية عطلت عمل الأمم المتحدة، ودول غربية نستطيع أن نقول أنها بقيت تعرقل في الأمم المتحدة. لذلك الأمين العام للأمم المتحدة في خطابه افتتاحي قال كلمة مهمة، قال إما أن نصلح الأمم المتحدة وإما الانكسار، وهو يقصد به أننا اليوم أمام منعرج خطير، إذا لم نصلح الأمم المتحدة ونعطيها كل الصلاحيات ونبعد الهيمنة الغربية سوف نكون أمام مشارف حرب عالمية ثالثة. شكرا جزيلا لك سيد أبو الفضل بهلولي، أستاذ علوم سياسية والعلاقات الدولية.